متابعة لآخر تطورات، ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية مراسل إخبارية سوريا أنس رمضان. تحية لك أنس، مساء الخير. تحية لك سناء، مرحبا مساء بك النور. أنس. آخر تطورات وكذلك ما يتعلق بخروج عدد من المخطوفين الذين كانوا لدى المجموعات الإرهابية، يمكن القول بأن خروج المختطفين الذين تم تحريرهم، يمكن القول بأنها الدفعة الأولى، والحكومة السورية وكل الجهات هنا في محافظة حلب تسعى إلى تحرير عدد آخر أيضا من المختطفين من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، سواء منذ سنة أو سنتين أو حتى منذ بداية هذا الحرب. وهنالك اهتمام كبير أيضا من قبل كل الجهات لتحرير كل المختطفين، وكما شاهدنا اليوم من خلال ما رصدته الإخبارية السورية عبر أحد الزملاء، يعني هنالك مدنيين، هنالك أطفال، هنالك نساء، إضافة إلى العسكريين تم اختطافهم في وقت سابق من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة. هذا من جانب. من جانب آخر، وبالانتقال إلى ما يجري في مدينة حلب بالتوازي مع دخول المدنيين واستمرار دخولهم إلى أحيائهم الواقعة شرق المدينة ووسط مدينة حلب، ونحن نتحدث عن الزبدية، عن جبهة شلبي، الإذاعة، العامرية، المشهد السكري، بالتزامن مع دخول الأهالي ومعاينتهم لبيوتهم، أيضا يستمر أو تستمر وحدة الهندسة في الجيش العربي السوري بحملة تمشيط واسعة لهذه الأحياء التي فككت إلى الآن فيها مئات المفخخات والألغام التي زرعتها المجموعات الإرهابية المسلحة. يضاف إليها اليوم فقط تم تفكيك 5 عربات مفخخة في حي العامرية، وكانت عدة ألغام انفجرت في وقت سابق سواء في السكري والأنصاري الشرقي، ما أدى لارتقاء عدد من المدنيين شهداء، إضافة أيضا إلى إصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. ويمكن القول بأن العمليات التي تقوم بها وحدة الهندسة في الجيش ربما ستستغرق وقت آخر، باعتبار أن المجموعات الإرهابية المسلحة عمدت قبل خروجها إلى تفخيخ كل الأحياء، إضافة إلى تلغيمها أيضا سنة. نعم. أخيرا أنس، ماذا عن احتفالات حلب بعيد الميلاد المجيد التي تزامنت مع خلاص المدينة من الإرهاب؟ هو العيد الأول الذي يمر على مدينة حلب منذ 5 أعوام ونيف، وهذا العيد جاء مختلفا، لا سيما بعد تحرير الجيش العربي السوري لمدينة حلب وطرد كل الإرهابيين منها. وهذا ما شاهدناه اليوم، انعكاسات إيجابية لهذه الانتصارات مستمرة في يوم الميلاد المجيد وقبل أيام، وبالتأكيد خلال الأيام القادمة، سواء بالنسبة لحركة أبناء المدينة وسواء أيضا للحياة التي يمكن القول بأننا بدأنا نشاهد الحياة التي كانت تعيشها مدينة حلب قبل سنوات الحرب. وإن شاء الله بالتأكيد مع يعني هذه الأعياد ومع الأعمار أيضا تستمر الحياة لدى أبناء مدينة حلب، وهذا كله بفضل بطولات الجيش العربي السوري ودماء الشهداء سنة. أشكرك جزيل الشكر أنس رمضان، مراسل إخبارية سورية.